طيب دكتور، عندما يعني نشاهد ما يحدث في المنطقة، المشهد يبدو وكأن هذه الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة في سوريا وفي العراق هي التي تأكل الضربات دائما. في المقابل لا يوجد رد إسرائيلي، لا يوجد رد إيراني على إسرائيل في العمق وعمق الأراضي المحتلة بشكل أو بآخر، يحدث إصابة حقيقية، يحدث إثخانا في العدو الصهيوني. وهنا أيضا استفسار كبير، لماذا لا يوجد رد إيراني قوي؟ كما ذكرت لك، الأصل هم متفقون فيما بينهم تماما، حتى هذه الضربات وأهدافها أيضا هي أهداف منتقاة. يعني مثلا دعنا نقول عن ضربة حرب 2006 التي كانت دعاية قوية لحزب الله، تسويق حزب الله، ألم يكن باستطاعة إسرائيل أن تبيده إبادة بأيام قليلة جدا؟ نعم كان باستطاعتها أن تفعل هذا، لكن الذي حصل في 2006 ويقول هذه الحرب التي طالت والأهداف التي طالت والقصف الإسرائيلي الذي كان مركزا، ولم يكن يضرب حزب الله، إنما كان الذي يقصف هو القرى السنية الموجودة في جنوب اللبناني. يعني كان حزب الله يطلق صواريخ من قرية سنية معينة وكأنه يقول لهم هذا هو الهدف، يأتي الطيران الإسرائيلي يقصف مكان أطلاق الصواريخ، تدمر هذه القرية، ثم يضرب من قرية أخرى وهلم جرة. ماذا كانت نهاية الحرب؟ إزاحة حزب الله إلى الخلف حوالي 35 كيلومتر، تعاده على القواعد، تمركزه في جنوب بيروت، يعني صارت الضاحية الجنوبية، ضاحية بيروت الجنوبية. يعني إن كان هو يريد المقاومة فلماذا الانسحاب من صيدا إلى بيروت إذا كان هو للهجوم على إسرائيل؟ هنالك الأماكن أفضل، هي هنالك المواجهة الحقيقية. أما في بيروت أين أنت تجلس؟ وفي بيروت عندما تقول ضحية الجنوبية لبيروت معناتها في بيروت السنية وليست بيروت المارونية. يعني نعرف الشرقية هي مارونية، الغربية هي المسلمين السنة، والقسم الجنوبي الغربي هو مسلمين سنة الأصل كله. لماذا أنتم هنا في هذا المربع؟ الأمور يعني حقيقة أمور واضحة تماما. يعني الإشارات التي كانت سواء من أيام اغتيال الحريري إلى هذه كلها إشارات تدل على أن المستهدف هو السنة. لكن المرحلة هذه أعيد وأؤكد تماما أن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء وبدأت تتلقى الضربات. كانت الضربة الأولى الرمزية هي ضرب المفاعل قرب المفاعل النووي وقيادة الحرس الثوري، الضربة القاسية الثانية رئيسي، وسيليها ضربات قاسية أمثال هذه الضربات. يعني عندما تكون في الجنوب وأحيانا يعني عندما يختارون أهداف، يعني عندما تقول 16 أو 15 قتيل ربما تكون القتلى من نوعي، وخاصة هذا إعلام النظام الذي يتحدث